الجميع بالاستراتيجية المطلوبة وطريقة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وهذا يستلزم منا مجهودا كبيرا. لا نحتاج أن نوضح هذا، لأن ببساطة الحكومات لديها طرقها في التفكير. وأنا حقا تفاجأت بالوضع في مصر هنا، لأنني رأيت أن الحكومة منفتحة بشكل كبير وتشجع الشباب والشركات. فكرة تكون الشركات هنا وفي شمال إفريقيا أن تحاول أن تستفيد بالحد الأقصى من المشغل ومن الموجود، وأن يحددوا ما هو أهم الإمكانيات التي يستغلوها بشكل تقني أو استراتيجي أو حتى مالي، والتخطيط لذلك أظن أن هذا منذ التأسيس نعرف ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف وكيف يمكننا التعامل مع المخاطر التي نراها بشكل مشترك بيننا وبين بعضنا البعض، وهذا هو سر النجاح. شكرا لك. أنت حقا المدير العام في العديد من الشركات الكبيرة، منها برج العرب وكذا شركات بالخارج، وأنت حتى عضو في شركات مختلفة. ما هي القاعدة الإنتاجية الأهم للطاقة في مصر؟ إن كنت حقا تستطيع أن تستفيد من هذا السؤال وتحدثنا عن كيف تكون الشراكة مع مصر صعبة وكيف يكون بنائها مهم في المجال الإنتاجي. أنا أعتقد أن الطاقة كانت محظوظة بشكل كبير أن تعمل لأول مرة في مصر، لأننا بدأنا التشغيل في مصر في عقود متقدمة، وأقول بأن هذه الفترة كانت البلد فيها متحمسة جدا لمستقبلها. فكما تعلم كانت الحكومة تحاول بناء مستقبل هذه الحكومة منذ عام 2007، وهذا هام جدا للشركات وللطاقة. نرى كل الدعم مع الوزارة والشركات والشعب نفسه، ونحن هنا حقا محظوظون جدا لنرى بعض الاتفاقيات والعقود الهامة. لدينا العديد من الاتفاقيات المشتركة للكثير من الأصول المختلفة مع EGBC وبعض العقود الأخرى مع بعض المجالات المشتركة منذ عقود طويلة مع GPC، ونحن حقا محظوظون لوجود علاقة كبيرة مع هذه الكيانات الكبرى. ونقول بأن مفتاح نجاح أي شراكة هو أن يكون هناك موقف أو اتفاق مهم للجميع ومربح لكلا الأطراف، ونحن محظوظون بوجود هذا مع الحكومة بالأخص، لأننا بدأنا خلال عام 2007 بدأنا بربما 4000 برميل فقط، بدعم من الحكومة وبدعم من هذه البلد وكل التسهيلات التي نحتاجها وربما تحتاجها الشركة. وكنا نريد أن نصل إلى إنتاج 35000 برميل. قمنا بإدارة العديد من المخاطر وتقليلها، وقمنا بالعديد من حتى بالخدمات وغيرها. أنا أعتقد أنه خلال كل هذه الفترة كنا نحاول بشكل كبير أن نجد شكل محدد للتعامل مع الحكومة بناء على المواقف التي نراها، وهذا هذه الأسباب التي قمنا عليها. وخلال الخمس سنوات الماضية شهدت مصر زيادة كبيرة في مجال النفط وأمل كبير في هذا القطاع، وهذا أمل كبير لهذه البلد لتكون أفضل، وهي فرصة جيدة لأي شركة تريد أن تعمل معنا في هذا المجال، لأن هذا يتضمن العديد من التسهيلات للشركات. وأقول بأننا لدينا محادثات منفتحة مع الوزارة والشركات من أجل تطوير كل ما يحتاجه الجميع للمنافع الجميع. فحديثا قمنا بإدارة